السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين جمال بالماضي يشرع في إرسال دعوات، يعني في انتظار دائما في المفاجآت. وين قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بإرسال دعوات للاعبين الموجودين في قائمة موسعة للخوض في انتظار ضبط قائمة نهائية، والتي لن تتجاوز 25 لاعب، مثل ما حدث في تربص الأخير، حيث ستعرف عودة بعض الأسماء التي غابت عن مباراة جيبوتي وبوركينا فاسو، وفي مقدمتها مدافع نيس يوسف عطال، بعد خاصة بعد غادي توقع واحد التغييرات في القائمة بعد إصابة رانا نشوفوا بلي كاين إصابة تاع بن سبعيني اللي لازم له يريح، كاين إصابة تاع كيسموه تاع نافانيك، إصابة تاع إسلام سليماني، إصابة تاع بوداوي، إصابة تاع بن عبري المفاجئة، يعني إصابة اللي غادي تبعدها على المنتخب الوطني في هذه المباريات زوج. نقولوا باللي كاين بعض التغييرات، يعني كاين واحد اللاعبين اللي غادي ما نشوفوهمش في هذا الزوج مباريات. الحمد لله يا ربي مع النيجر، الحمد لله يا ربي مع النيجر، وإن شاء الله زوج مباريات مع النيجر، يعني نقولوا باللي زوج مباريات هذو اللي رانا نشوفوا فيهم ست نقط مضمونين. يعني انا كنت نقول فيها الناس راهم يقول لك ضربه قويه الجمال بالماضي، ضربه قويه الانصار، ما كان لا ضربه قويه لا ضربه خفيفه. كاين لاعبين، عندنا لاعبين، راهم عندنا ملاعبيه يعني اللي يقدموا، يعني ما تحسش بصح استيلا اللعابه مش كيما نو في الخساف، ولا لا بلاصة بن سبعيني نشوفوا حنايا حميش، ولا نشوفوا فارس، ولا نشوفوا زدادقة، يعني نشوفوا لي فرير زدادقة، نشوفوا هاد الناس هادو. ماذا بينا حنا اليوم وين نقولوا بلي في بلاصة بن عمري كاين طوبة، كاين طاهرات، يعني طاهرات فين كيلعب؟ كاين طوبه، كاين طهرات، وين كاين اشكال شويه، وين الاخر مالغري ما راش يلعب بصح غادي يكون في المنتخب الوطني الجزائري، كسموه عيسى ماندي. كاين اللي بزاف كيقول لك عيسى ماندي دار اسوء انتقال تاعو، لا ماشي اسوء انتقال، هما فياريال كانوا معولين باش يبيعوا اللاعب تاعهم، هذاك ديفونسير هذا كانوا معولين يبيعوه للريال ولا البارسا، ما تباع لهمش، ما تباعش تاع اسبانيا، هذاك اللي لعب في اسبانيا، هذاك لعب تاع اسبانيا، هذاك هو غادي يروح في الصيف، غادي يروح بصح ماندي غادي يبروني بلاصه تاعه، هي ما كيما غادي يلعب على هذيك الناس. كاين بزاف قاعد هضر وقعد الفيسبوك هضر بزاف على ماندي، ها ماندي من الناس دخلوا التعليقات تاعهم، وين قال لك بلي ودي ماندي دار غلطة كبيرة، وكان شيكور، وكان هو المليح في بيتيس، واه على بالنا بصح هو راح لفياريال، فياريال أحسن من بيتيس في المستوى، في التركيبة، يعني في الموارد البشرية، في بزاف صوالح. تلعب ليتي، تلعب ليفا، لعبت فينال، لعبت سيبر، لعبت فينال تاع أوروبا ليغ، يعني عندها. نقولوا بلي فياريال وين ديفونسير تاعها لي ماخر ما تباعش، وما جابوه في طول يكون خليفه تاع داك الديفونسير تاعها اللي كان مراخرينو بين الريال بين بارسا، ما راحش قعد دروك شتي، لا لازم ماندي العمل باستمراريه، ونعرفوا حنا ماندي ونعرفوا المستوى تاع ماندي، ماشي قضيه كان اللي يقول لك ماندي راه قاعد بونك راه يدفع في ثمن الغلطه تاعو تاع الهدف اللي سجل، لا ماشي هذه، كاين لي بزاف لي غارديان شاحا دخلها روحو، كاين ديفونسيرا جاب بيرون باليها عاودت ولا دخلت للشبكه، بزاف صوالح يا ودي، وين يبان داك الغلطه هذيك؟ ماشي غلطه تاع ماندي، غلطه تاع غارديان، صح غارديان جا من نيقار على بصح ما حقوش يجي من نيقار، يقعد في البوينت تاعه، يدير دائما يدير البيناتي في الوسط عنده ويقعد يقارع،
نقطة ضربة الجزاء وين تبين للغاردياوي راه كاين بزاف صوالح. المهم حنايا غادي جيتكم على ماندي، الناس غايقول لك ماندي ماندي ماندي، الناس راهم يقول لك بلي بن عمري هضروا على اوض عمي. كنت نهضر والله العظيم أبني، كنت نهضر مع واحد يخدم في الاتحاد يعني، قلت له استاذ هذا، قال لي لا اله الا الله، قال لي الهضره بزاف والله العظيم، من شي من 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 كيما يقول لك عوايدي باش نعمر ناس باش ندير، ما انا قادر كون يقول لي عمرني بصح والله لا، قال لي الهضره بزاف، قال لي راهم، قال لي والله يا جماعه بالباض يا اللعابه راهم يخافوا من هذه الهضره عليهم بزاف، على بالك انا نشوف بلي محرز راكم جايبينه في الهضره بزاف، راكم جايبينه في البنك مزيه جايبينه في البنك ماشي مبليسي. نعاود نولو وين القائمة، وين قامت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمعاينة جمال بالماضي بإرسال دعوات للاعبين الموجودين في القائمة الموسعة، كما نقولو حنايا الناس من يقول لك غشا ويقول لك فلان ويقول لك هذو هذو يكونوا في القائمة الموسعة الأوائل اللي يرسلون، بصح من بعد ما يكونوش قادر، ما يكونوش كيما غشا أنطانيا سبور وين قال لك غشا منا منا منا، من بعد ما يكونش لا غادي يكونوا لاعبين ننجموا غادي نشوفوا لاعبين. انا قلت لكم بعد وين حنا درك المدافع وفي مقدم نقولوا مقدمه تاع هذه القائمه عوده مدافع نيس يوسف عطال الذي تعافى من الاصابه واستعاد نسق المباريات اضافه الى ادم الناس لاعب نابولي، وكان الناخب الوطني جمال بالماضي قد عين العديد من اللاعبين الخضر الناشطين في قطر على غرار يوسف بليلي يعني، وكذلك بغداد بنجاح وياسين ابراهيمي. من جهه اخرى الناس اللي يهضر لك يقول لك بلي انا خدت قال لك جمال بالماضي راح لفرنسا، انا ما نكذبش عليكم كانت عندي المعلومه بلي ما راحش ما دخل باري، هي صح 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 في المطار تاع شار دو غول كان هو كان بغداد بونجاح وكان يوسف ليلي وبن عمري، نهار اللي جاو رايحين لنا كملوا البارتي تاعهم قلعوا راحو يعني منا قلعوا راحو، بصح باش نقولوا بلي قعد في فرنسا ما قعدش، قال لي ما قعد دروك نأمن واحد قاعد في كوزينه ونكذب واحد، انا بخوه انا اللي لقاه سليمان خو جامع بالماضي هو اللي لقاه هو اللي لقاه هو اللي قال لي، قال لي يا ودي ما راحش فرنسا، ومين هدرتها الناس خرجوا ولا يكذبوا فيا، وبنادم نتوما والله ما فهمنا كاع. كيما نهار عم جمال بالماضي، جمال نهار اللي ضربته كورونا العام اللي فات درت فيديو صغير تاع نور الدين عمه، قلت لكم مالك هو لا راه يهدر، قال لكم طلبوا له شي، خرج واحد قال لهم لا هذا ماشي عمه، وانا قلت ما بغيتش تامن، انت تبان لك بلي حاجه بيزاب شو بير يهدر معايا، انت تبان لك بصح هما الناس ماشي متكبرين، يهدر معاك نورمال ماشي متكبرين نورمال، انت بالك تبالك انت متكبر، تبالك كنت الحق ذاك المنصب ولا خوك الحق ذاك المنصب، تولي كان لي خوه واصل منصب قاري واصل منصب، وهذاك اللي مشي قاري تسيب خوه متكبر على ذاك مول المنصب بالمقلوب عندكم. وين لعاب يعني وين نعاودو نولو وين ومن جهة أخرى وين أنهى المناجر المناجر تاع المنتخب الوطني الجزائري أمير لابدي كل الترتيبات الخاصة بالسفرية للنيجر، حيث يشد الأشبال بالماضي الرحيل إلى نيامي يوم 10 أكتوبر القادم في رحلة خاصة على أن يقيم رفقة محرز برفقاء محرز بفندق راديشيون خاصة خاص، وأنه يعتبر أفضل من ناحية الموقع وقرب المسافة من الملعب ما يجنب الخوض ازدحام حركة المرور من جهة، ومن جهة ثانية سيكون جناح كامل بهذا المرفق السياحي تحت تصرف البعثة الوطنية بناء على تقرير الذي سلمه المناجر الخوض الذي عاد إلى أرض الوطن. بخصوص الملعب البليدة يتابع الناخب الوطني جمال بالماضي بحرص واهتمام كبيرين عملية إعادة تأهيل الملعب الملعب الشهيد مصطفى تشاكير، ويتلقى تقارير يوميا على حالة الأرضية، حيث طلب من عضو من الفاف تنقل باستمرار إلى المركب من أجل اطمئنان
على السيد حسن للأشغال، خاصة أنه يريد أن يكون الملعب في أحسن صورة خلال لقاء النيجر بعد أن عانى رفقاء محرز نوعا ما من سوء الأرضية في مواجهة المنتخب الجيبوتي، ما أجبر المدرب الخوض على إجراء تغييرات على برنامج التحضيرات وعدم برمجة أي حصة تدريبية بالملعب تشاكير. من جهة أخرى فإن الملعب التدريبات الموجودة في مركز سيدي موسى هو الآخر عرف عملية صيانة وإعادة تهيئة ويوجد في حالة جيدة يعني بعد التربص اللي فات. احنا المهم المنتخب الوطني نحوسوا على كوب دي موند، هذا مكان نحوسوا على حاجه.